هاي جايز، كيفكن؟ جايز من زمان مش عاملة introduction، حاسة في شي غلط. صار لي شهرين ماني منزلة ولا شي. والله I'm so sorry guys، عن جد. اوكي جايز، صوتي وعمي ساعدني احكي. والله فيديو اليوم راح يكون تجهيزاتي للمدرسة، هيدا حيكون اخر فيديو تجهيزات للمدرسة فعليا، لانه انا هلا اخر سنه مدرسه. فانا اعملوا لي فولو على ماي انستغرام، راح احط لكم اياه على الشاشه وبصندوق الوصف في لينك، و فيكم تشوفوا صور الي اكثر. يعني انا لما قطعت شهرين هون كنت فعليا عم نزل اشياء على الانستغرام، يعني بنزل اوقات شو بعمل خلال يومي، ففيكم تشوفوا ابديتس الي اون ماي ستوريز اذا قطعت. بس ان شاء الله ما بقى اقطع اجان يعني. بس قبل ما بلش بالفيديو جايز، جبت لكم عرض هواوي اجان، خليني اقول لكم عنه اكثر. عرض هو على هواوي اب جاليري، انا حاكي عنه صرت بكذا فيديو. هواوي اب جاليري از بيسكلي يعني اب ستور بتنزلوا فيه العاب وتطبيقات وهيك، بتنزل على كل اجهزه الاندرويد، يعني مش بس لازم يكون هواوي، لا اني سامسونج جالكسي وكل هول بتنزل عليه. اوكي فهلا عندهم الذكرى السنويه الثالثه للاب جاليري، لانه صار له مر على 3 سنين يعني، فعم يحتفلوا فيه وجايبين لكم عروضات كثير حلوه. فعندهم هلا كوبونات هني جايبين لكم اياها، وهول الكوبونز فيكم تستعملوهم للالعاب اللي انتم بتنزلوها من الاب نفسه. انتم اول ما تفتحوا الهواوي اب رح تلاقوا عندهم صفحه هي بس الانيفرسري لثالث سنه، اللي هي الذكرى السنويه العامه الثالثه لالهم. كل اللي عليكم تعملوه انه تنزلوا شي لعبه، فيكم تنزلوا كذا شيء، بس على القليل لعبه واحده من هيدي الصفحه. في 4 كوبونات، وبالكوبونات هول بيوصل نسبه الخصم لتلي 50%. هذا العرض حيكون صالح ل 11 ديسمبر، معكم شوي وقت من هلا لوقتها، ف روحوا نزلوه ولحقوا على العروضات الحلوه اللي عاملينها قبل ما يفوتكم، لانه شيء خطير. وخلينا نبلش. اوكي فقررت انه اعمل فلوج بكره، لانه بكره حيكون الاربعاء، والاربعاء والخميس عندي سكول، اخر سكول بس بالحقيقة، يعني هنرجع مدرسة فيزيكال، فهيكون اخر اول يوم مدرسة لانه ما بقى في سكول. فقررت اعمل فلوج مثل تجهيزاتنا، لانه بكرة هشوف بكرة عندي جيم الصبح وعندي جيم بعد الظهر، وعندي موعد صالون، وعندي موعد شعر، يعني عندي موعد صالون ماني بدي، بعدين شعر بيت ماي فريند حتيجي تعمل شعرنا، وما بعرف شو حنعمل خير اليوم. فقلت اعمل لكم فلوج على كل شيء حنعمله، لانه يعني انا بالعاده بصور تجهيزاتي للسكول، وهلا حيكون هيدا الفيديو تجهيزات اخر فيديو تجهيزاتي للمدرسه، فما فيني ما اصور اصلا صراحه. ما كنت اقول له ما قلي خليني خلص بلا ما اصور، بس قررت لا رح صور كمان، بعدين بعرف حاندم اذا ما صورت، لانه تقريبا كل سنه بصور هيدا الفيديو، و ما بعرف، بس يعني بحس خلص اتس ترانزيشن ولازم اصور ماي تجهيزات او ماي بريبريشنز لسكول، ف سو اكسايتنج. Anyways انا هلا راح اقرا قصه او راح اعد مسلسل وحده من الاثنين، بعدين حنام وبشوفكم اول ما في. Hello guys، فأنا هلا رجعت على البيت، وبعد شوي هلا الساعة 1، على الساعة تقريبا 2، حنمشي ساعة بس على الساعة شي 2، رفيقتي حتجي تاخدنا، حنروح لعند على البيت و بس حكفي كل النهار عن نجلة. فهلا حشوف أمين هلا، بس يعني في برجع لكم إذا قدرت نام، حشوف لو بقدر نام. Hello guys. Guys هلا خلصنا our hair وجينا على كوفي بين. So no focus. Okay anyways جينا على كوفي بين ناخذ ماتشا ميا النجمة. Okay راح تجي عندنا هير دريسر، حتعمل لنا شعرنا لأنه she's good يعني. يعني مزعجة. لأنه she's بتعمل شعر حلو، ونحن بس حطينا تريتمنت بساي من شوي.
Oh, now we are waiting our matcha. Guys, we got matcha. Hello guys, صباحو. أنا هلا فقت تجهز. لبست ولازم مشط شعري بس بعد فيه للمدرسة شي نص ساعة، فعم فكر مشطه قبل ما أطلع 5 minutes عشان يبين فريش أكتر، فحخلي هذا الشي لآخر شي. وما ضل شي أعمله غير إني حط برفيوم وماي ليب بالم، يعني بحطه أنا أوريدي كل يوم. بس ما عملت شي، يعني بس تشوفوا ماي يونيفورم. اوكي جايز، راح بس مرق 10 دقايق بس خلص، قلت بعمل شعري لانه بدي اشوف كيف حيطلع، ولانه ما لي خلق انطر، حاسه حالي قاعده هيك ما عم بعمل شي. هون لو ظابط هلا حشوف ماما اللي تعمل لي اذا بيحتاج شي. لا كثير طيب، كثير كثير طيب. What's the ingredients؟ جرانولا، يوغرت، بلو بيري، بينات باتر، وبعدين في شيء سري يعني ما كان بقول. It's not coming in. هذا شيء. يلا let's go. Ooh, hot eyes.